يعني البرنامج ده بجد 10 الصبح في الاهلي اعتقد هو يعني لا يتوقف عن دايما ابراز صوره رائعه جدا للمراه. احنا بنتكلم في الفقره دي عن بطله سباحه ورياضه الترايثلون تحديدا، وكمان هي حاليا مدربه وليها مشروع جميل جدا، خليه بقى سميه مشروع انساني، سميه مشروع نسائي لتاهيل الام الحامل ان هي تولد عن طريق ان هي تاهيلها في الماء بشكل معين، ليها تكتيك معين، ليها نظم وقواعد معينه. هنفهم كل ده، بس في حد يسمع حاجه زي كده؟ على فكره هي مش جديده في العالم، لكن يمكن عندنا جديده شويه. خلينا نرحب بسمر الخوري. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح النور، وحاجه جميله على فكره جدا ومختلفه. صباح اكيد هي صباح النور، وصباح النور على جمهور النادي الاهلي العظيم. اولا منورانا النهارده وسعداء بوجودك، وتعالي نبتدي بالنقطه دي بقى، فكره التاهيل المائي للام الحامل او للسيده الحامل. هي فعلا في الحقيقه يعني جديده لاول مره في الشرق الاوسط، تدريب وتاهيل مائي للام الحامل. خلينا نقول الفكره جات لي منين. انا اولا انا اتحطيت في الموقف ده، ان ازاي الام تقدر تولد قيصري وتقدر تولد قيصري مره ثانيه، فبيحصل مضاعفات من كده. انا شخصيا اتعرضت للموقف ده، فكنت عايزه اعرف بعد ما تعافيت ايه الاسباب اللي تخليني ان انا مثلا يسيء صحيا بعد الولاده القيصريه. فتواصلنا مع روسيا، مع كابتن احمد جبل مؤسس المنظمه الدوليه الروسيه، ان احنا ازاي نقدر نتواصل الام من اول بدايه حملها لاخر حملها بصحه جيده. فتواصلنا ان في تاهيل وتدريب مائي للام الحامل عن طريق تدريبات في الماء بطريقه بسيطه وسهله تفيد الام وما تضرهاش. في اي مرحله من مراحل الحمل؟ لا، بعد فتره الثلاث شهور الاولانيين عشان الحمل يتثبت، يكون يعني ثبت الحمل، وبعد كده نبتدي نقدر ان احنا نمارس التدريب مع الام بشكل بسيط يفيدها وما يضرهاش. بصي انا كنت بشوف حاجات زي كده في افلام امريكيه وحاجات زي كده، فهي موجوده في الغرب يمكن، لكن ممكن الناس دلوقتي لما تسمعها عندنا بقى في الشرق الاوسط او تحديدا في مصر يقول طب فايدتها ايه؟ يعني هل مثلا التدريبات دي ممكن تساعد على ان الولاده تكون اسهل؟ هل التدريبات دي مثلا بتخلي البيبي افضل؟ يعني ممكن كذا سؤال يجي، الام صحتها يعني المود احسن؟ هو انا معاكي في دي، طبعا هي لها فوائد كبيره جدا. اولا بتحافظ على صحه الام، يعني التاهيل المائي للام الحامل بيقوي الام الحامل نفسها اثناء فتره الحمل، بيحزن من وظائف التنفس عندها، بيقلل من التوتر والضغط عندها، بيقوي عضلات الساقين والدرعين والعمود الفقري اثناء فتره الحمل، يخليها تنام بشكل كويس ويقلل عندها التوتر طبعا، واحنا عارفين طبعا اثناء فتره الحمل والهرمونات والتغيرات دي كلها بيخليها تكون هاديه وريلاكس اكتر طبعا. ودي اهم حاجه، ان الام تقدر تسترجع شكل جسمها الجميل ورونقها بعد الولاده، لان هي طبعا اثناء فتره الحمل اذا ما اتمرنتش ونشطت الدوره الدمويه فبيحصل استرخاء في العضلات، فبالتالي بتلاقيها بعد فتره حمل بيبقى صعب ان هي ترجع لجسمها، لكن لو بتمارس الرياضه ترجع تسترد ده بشكل جميل زي بره بالظبط. الاليه نفسها يعني فكره كلمه التاهيل مقصود بيها ايه؟ يعني ايه اللي بيحصل بالظبط؟ ان حضرتك بتتكلمي على مميزات التاهيل المائي، انا حاسس وانا بسمعك كاني بسمع كلام عن مميزات رياضه السباحه. أيوة عموما هو التاهيل في حاله الام الحامل بقى، ايه نوع التمرينات اللي بتتعمل او ايه شكل التاهيل المائي اللي بيتعمل ده؟ ايوه، هو التاهيل المائي عباره عن مساج وتدليك وسباحه في نفس الوقت، يعني تقدر الام كمان في التدريبات بيبقى ليها تكنيك معين ان احنا نمرن كده. الزوج هيشارك ممكن طبعا يشارك، وده شيء مهم جدا. شكلها يعني مريح بالظبط كده. اثناء التمرين بتنام على ظهرها، بنقدر نحرك لها عضلات الساقين والدراعين بطريقه معينه، ننشط الدوره الدمويه ونحسن من عضلات جسمها بدون ان نضرها ونضر طبعا الجنين. هي طبعا متخصصين اللي بيعملوها او دكاتره يعني ناس دارسه كويس عشان طبعاً لازم طبعا لازم حركة طبعا اكيد لازم ماده علميه. احنا درسناها وتواصلنا مع اكبر كبار في روسيا ودرسنا ماده علميه ازاي الام من اول فتره الحمل لحد ما تولد ازاي تحافظ على نفسها وازاي تولد بشكل صحيح وصحتها تكون كويسه وصحه الجنين طبعا تكون كويسه. هم عموما في روسيا متسيدين الموقف في النقطه دي،
سواء في الالعاب المائيه سواء لا غير 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 الشكل الرياضي التقليدي. فكره يعني احنا قبل كده كان كذا مره اتكلمنا عن سباحه الرضع، لسه تلاقي بيبي رضيع لسه مولود من ملوش اسبوع. ما احنا بقى بنستمدها من الام اولا لو ام صحتها كويسه هتنجب طفل بصحه كويسه. احنا بنمارس الهويه وبننشط الثقافه عند الام نفسها، لان الجنين بيتاثر جدا اثناء فتره الحمل بالام. فبالتالي الام لو عندها الثقافه ومارست الكلام ده اولا صحتها هتكون كويسه، ثانيا صحه الجنين هيكون كويسه، وهيكون بالفطره هو اتعود ان هو يحب الميه، ودي تكون ثقافه عندنا وحاجه جميله جدا طبعا. اكيد. طيب خلينا نروح لدور الزوج برضو، لان انا عايزه تبقى فول ايمج او الناس كلها تبقى مستوعبه ده لو ام دلوقتي بتفكر ان هي تشارك في حاجه زي كده. الاب دوره مفروض في الخارج برضو لغايه لما الست بتولد وبعد كده بيبقى مختلف شويه عن مصر، بيبقوا ولا ايه؟ ولا ايه دور الزوج في مصر؟ ان هو يوفر الميول للمدام وهي تكمل بعد ويشترك لها. هو بره مصر بيكون الزوج ليه دور مهم جدا، واللي هو بيحفظ معاها التمارين، لان هو بيكون معاها في وقت الولاده تحديدا. بيمارس وبيكون حافظ وبيدرس زيه زي الكابتن بالظبط، وهو كمان اللي بيدربها وبيكون بيساعد وليه دور. احنا عايزين رساله بقى للازواج المصريين كمان لو زوجاتهم حابين يشاركوا في حاجه زي كده، لانه بجد وجود الزوج في الحاجات اللي زي كده بيدعم كتير، بيدعم بالزبط. كتير جدا جدا دي حقيقه. فوجوده طبعا مهم. في بقى كلام بيدور في يعني لما بيجي حد مثلا او واحده ممكن ان هي تشارك، تتكلموا مع جوزها، بتفهمون ان هو مهم ان هو يجي؟ طبعا شيء اساسي ان هي تكون مرتاحه وهي مقبله على الثقافه دي، وان احنا بنفهمها احنا بنعمل ايه والاهداف ايه. هي بتبقى جايه على اقتناع. يعني دلوقتي بقى الثقافات كترت وبقى في اهتمام، بقى دلوقتي اللي جاي عارف هو جاي يعمل ايه. طب انت قابلتي الصنف ده تحديدا من الازواج اللي نهاوند بتتكلم عليهم، اللي هو جاي فعلا وبيشارك في الريلاكسيشن بتاعه مراته، ولا معظم اللي بيقول لك من الصنف اللي عايز يسيبها عشان يروح يجري ورا يعني لقمه العيش عشان يوفر ثمن العمليه اساسا؟ لا هو مثلا لو هو مش هيقدر يجي على طول باستمرار، ممكن بس بيحضر اول سيشن وتاني سيشن بنعرفه الدنيا فيها ايه، وعشان هو برده بيكون خايف طبعا على ابنه يعني اكيد. بصي مش على فراق. ايوه. بعد كده احنا بنقدم الدعم وبنحاول ان هو مثلا نعرفه الدنيا فيها ايه، وبعد كده بتبتدي الام تحضر لوحدها واحنا بنكون جنبها وبنساعدها وبناهلها ان هي تكون بصحه جيده. يعني عايزه اروح معاك يا سامر لحاجه برضو شفناها في فيديوهات في الخارج مش في الدول العربيه، يعني في ستات بتولد في الميه. ده حقيقي. ايه بقى الموضوع ده؟ هو برضو ليه علاقه بالتاهيل المائي، واحنا كمان عندنا في التاهيل المائي والحركي في تدريبات معينه للحوض تساعد الام ان هي تولد طبيعي. لان طبعا احنا عندنا هنا بقى نسبه كبيره جدا في مصر الولاده القيصريه، وده بيسبب مضاعفات للام بعد الولاده الثانيه، بيسبب طبعا ممكن يؤدي الى نزيف وممكن يؤدي لفقدان الام نفسها، ودي حصلت كتير. فاحنا عايزين نتفادى الولاده القيصريه من الاساس، وهي سببها طبعا قله الحركه، ما فيش تاهيل، ما فيش تدريبات، فبالتالي خلاص بيستسهلوا بيولدوا قيصري على طول. طب ما حصلتش معاكي مره مثلا وانت بتاهلي احدى الامهات مائيا وهي جايه لك مرحله متاخره نسبيا من الحمل، وانت بتاهليها لقيت البيبي بين ايديكي مثلا ولدت في الميه؟ ما حصلتش؟ لا هي لسه ما حصلتش معايا، بس اتمنى ده هيكون شيء جميل جدا. بس وانا مستعده ومهيئه لكده ودارسه في كده فعلا، وطبعا باستشارات من الدكاتره النساء داخل مصر وخارج مصر، ان لو حصل معانا حاجه كده، لان هو سهل جدا الطفل بتولد طبيعي مش محتاج اي حاجه واي مساعدات، هو بيلف نفسه وبيبتدي ينزل الطفل، ونازل في المايه عادي بيقدر يطفو وما بيغرقش الطفل وبيطلع على طول. ومن هنا جت طبعا فكره حديثي الولاده يعني. طب وايه الفحوصات اللي بتتطلب، حاجات زي كده؟ برضو انا بحاول ارد على اي تساؤل حد من السيدات بيتفرج علينا تبقى في دماغها يعني. ففي فحوصات معينه؟ اكيد اكيد في فحوصات. ان الام مثلا قبل ما بتيجي اهم حاجه ان هي ما يكونش عندها نوع من انواع الحساسيه على الصدر او حساسيه الجلد، لان طبعا بيبقى فيه نسبه من الكلور والكيماويات في الميه. فبالتالي لازم احنا طبعا بنكون محافظين على النسبه دي، بتكون بكميه محدوده، لكن لازم نطمن لسلامه الام ان هي ما عندهاش اي نوع من انواع الحساسيه. حلو. عشان نقدر نتفادى ده. احنا هدفنا ان احنا نعمل دعم للام ونعمل ان الام تولد بطريقه
لسه ما فيهاش المضاعفات كلام بالظبط كده. بالظبط كده. انا عاجبني جدا بجد الفكره وفكره التطور اللي بيحصل دلوقتي في الثقافه المصريه برضو، ان انت بتحاول تشوف حلول بتساعد على ان حياتك تكون افضل، او ان انت حاجات تتسهل، فدي كويسه جدا. تقليش فيه في مصر حد تاني تقريبا؟ لا لسه، هي الاول مره في مصر والوطن العربي تاهيل مائي للام الحامل، وهيكون يعني احنا اول مره بنقول هنا، فان شاء الله باذن الله نقدر نفيد كل الامهات وننشر الثقافه والوعي في مصر باذن الله. ان شاء الله. يعني بنتمنى لك كل التوفيق، حضرتك نورتينا بوجودك معانا النهارده. ميرسي جدا يا سمر. شكرا يا سمر، ومزيد من التالق ان شاء الله، وباذن الله نقابلك تاني معانا باذن الله على خير. اتشرفت بيكم كتير. شكرا. فاصل سريع وهنرجع عشان ملف كره القدم وكلام كتير جدا اكيد حابين ان احنا نطرحه مع ضيفنا عن المنتخب وعن الاهلي، بس بعد الفاصل.